الرئيس لائحة المصالحة بالتحالف مع المستقبل والقوات اللبنانية. معنا الزميل عمر خداج من أشوف لمزيد من التفاصيل. صباح الخير عمر، نتابع مشاهد تيمور جملاط في هذه الأثناء. ماذا عن الأجواء لديك؟ جميع المشاهدين، الأجواء الانتخابية جيدة جدا، هناك نشاط ليس بقليل في منطقة شوف منذ ساعات الصباح الأولى، وفي هذه الأثناء ينتخب السيد تيمور جملاط للمرة الأولى، يعني بما أنه ترشح للمرة الأولى للانتخابات، وهذه المرة إلى جانب أتى إلى جانب النائب نعمي طعمي وأخيه أصلان جملاط، وفي هذه الأثناء سينتخب صوته، ومفترض بعد قليل أن يأتي رئيس اللقاء الديمقراطي أيضا إلى ذات مركز الاقتراع للاقتراع. نعم، إذن الأجواء منذ ساعات الصباح الأولى، العشرات من المناصرين للأحزاب وخصوصا الحزب التقدم الاشتراكي كانوا موجودين في مراكز الاقتراع. نسبة التصويت حتى الآن ممكن أن تصل إلى 4 إلى 5%. في الشوف هناك حركة كبيرة بعكس البارحة، البارحة كانت تسود أجواء الهدوء، ولكن اليوم الكل في مراكزه. إذن طبعا لم يصرح بأي تصريح السيد تيمور جملاط، وذلك التزاما بصمت الانتخابي. والآن أخيه السيد أصلان جملاط أيضا. إذن الحزب التقدم الاشتراكي لديه معركة ذات خصوصية كبيرة، بما أن هذه هي المرة الأولى التي يخوض السيد تيمور جملاط المعركة الانتخابية، والمرة الأولى أيضا التي لا يكون مرشح فيها السيد وليد رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جملاط. الأجواء حسب مكانات وحسب مكانات الحزب التقدم الاشتراكي أجواء جيدة جدا، هناك نشاط كبير عند المكنة.